عروسه او ام عروسه بتدوري على شوار مميز لبنتك وعايزه حاجات بخامات نظيفه وكمان باقل الاسعار يبقى تابع العروض بتاعتنا. وزي ما انا عملت لك الاسبوع اللي فات عرض الفوط وكان الحمد لله عرض جبار ونجح نجاح كبير ولسه العرض مستمر معانا لحد اخر الاسبوع. فانا الاسبوع دوت عامله لك عرض جامد على اطم المليات اللي انت شايفاها قدامك دي كلها. اي طقم ملاية هيطلع من عندنا عليه خاص 75 جنيه، يعني لو انت اخدتي 10 اطقم فهتوفري 750 جنيه مرة واحدة. طيب ايه عروض التاني اللي انت عاملها لنا؟ كمان عندي عرض على الكوفرتات السرير الكبير والاطفال، هتاخدي اي كوفرتة عليها برضو خاص 100 جنيه. طبعا عروضنا مش بتقف لحد هنا وبس، لا طبعا انا برضو زي ما انا عطياكي النوتة ديت على اي حاجه بتاخديها من عندنا، النوتة دي بتاعتي اللي انا عاملاها لكم هتاخديها هديه على اي حاجه بتطلع من عندها. وزي ما انت شايفاها دي نوتة متكامله لشوار العروسه، فيها كل حاجه، كل حاجه تخص العروسه، المفروشات، ادوات المطبخ، رفايع المطبخ كلها، البلاستيكات كلها، الملابس، الملابس بصوا كلها، ادوات السفره، بصوا هي كاملة متكاملة، العناية الشخصية، البلاستيك، كل حاجة موجودة فيها، كل حاجة عشان تجيبي حاجتك وتعلمي على طول على الحاجة بتاعتك ويبقى حاجتك موجودة. وكمان عملكم فيها أعداد المتوسطة الحلوة جدا. هتاخدي معايا بقى كمان هدية علبة الفوط ديت، شايفين علبة الفوط ديت، هتاخديها على أي فاتورة ب 3000 جنيه هتطلع من مكان هتاخدي علبة الفوط ديت عليها هدية ب 25 جنيه، يعني هتدفعي 25 جنيه وهتاخدي علبة الفوط ديت، بس طبعا لو عملتي فاتورة ب 3000 جنيه. قبل ما أبدأ معاكم بقى أحب أفكركم بالعنوان بتاعنا، العنوان بتاعنا الهانوفيل الرئيسي بعد بنك مصر أمام شارع المستشفى الهندية بجوار جزيرة البحيرة. العنوان تاني الهانوفيل الرئيسي بعد بنك مصر امام شارع مستشفى الهنديه بجوار جزيره البحيره. العنوان بتاعنا تاه منك، تقدر تتواصلي معانا على كل ارقامنا، ارقامنا دايما هتلاقيها متثبته على اول كومنت موجود عندك. تمام كده هتقدري تتواصلي معانا لحد ما توصلي مكاننا بامان، عندنا شحن وتوصيل لاي مكان داخل اسكندريه او بره اسكندريه. يلا بقى دلوقتي نشوفوا اول طقم معانا، الطقم دوت يا جماعه طقم سلمى، زي ما انتم شايفين الشغل بتاعه عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، طقم محترم، خامه محترمه جدا، شايفين الشكل بتاعه عامل ازاي اصلا، عايزه كده تتوقعوا معايا السعر بتاعه وانا بفرجكم عليه، وتقولوا لي شفتوه بره بكام؟ وهتعرفوا بقى سعره انا عندي بكام. بصوا الجمال، شايفين اصلا الشغل بتاعه والكرانيش اللي من تحت، شايفين الشغل تحفه. عايزه اقول لكم ان كمان كل الالوان بتاعه تحفه ومقاساته كلها حلوه جدا، مقاساته كبيره. تعالوا بقى نشوفوا الالوان بتاعته، وزي ما انا قلت لكم توقعوا السعر بتاعه وانا بفرجكم على بقيه الالوان بتاعته. بصوا اللون الموف بتاعه خطير خطير وتحفه في منتهى الشياكه يا جماعه، طقم خطير. بصوا الجمال حلو جدا. اللي وراه بصوا ده الكشمير بقى بتاعه، شايفين برده الكشمير تحفه، كل الوانه خطيره، طقم محترم جدا. وعايزاكم بقى كده لايكات وتشيروا كده على قد ما تقدروا وانتوا بتتفرجوا، كمان توقعوا السعر معايا. بصوا بقى اللون البيج تحفه، حلو جدا جدا، شايفين الجمال خطير جدا. بصوا برده اللون دوت تحفه برده، حلو جدا، شايفينه عامل ازاي، كل الوانه حلوه والوانه هاديه قوي، يعني الالوان بتاعته هاديه. بصوا برده اللون ده فظيع برده كده، وده اخر لون معانا المينت جرين. بصوا اللون المينت جرين بتاعه برده حلو جدا. طيب الطقم دوت بقى سعره عامل معانا كام؟ وعايزاكم تكونوا توقعتوا السعر بتاعه صح. ده سعره عامل 525 جنيه، وعليه خاص 75 جنيه، يعني هتاخديه ب 450 جنيه، ب 450 جنيه. بره بقى انت شفتيه بكام؟ كمان بقى الطقم التاني اللي موجود معانا النهارده، الطقم اللي انت شايفاه قدامك ده طقم تحفه وخطير وهادي جدا، اصلا معظم الملايات عندنا شغلها كله هادي، زي ما انت شايف كده الشغل بتاعه عامل ازاي من تحت، شايفه الجمال تحفه خطير. عايزه اقول لك ان الملايه لون والخدوديات بتاعتها لون تاني، يعني ديت اهي مثلا لون الملايه،
والمخده بتاعته نفس لون الملايه، بس خدوديات لون تاني. مثلا زي ما انت شايفه كده في الطقم، طبعا ديت الخدوديات، الخدوديات بيج والطقم ابيض زي ما انت شايفاه كده، الملايه بيضة والخدوديات بيج، تحفه. كمان مقاساته كبيره، يعني الطقم دوت مقاساته 240 في 270، يعني المقاسات بتاعته كبيره جدا. توقعي برده السعر معايا كده وقولي لي ممكن دوت يكون سعره كام عندنا وبره برده شفتيه بكام. يلا بقى ندخل على الالوان بتاعته ونشوفوا كل الالوان. بصوا اللون بقى اللي وراه تحفه، عايزه اقول لكم اللون الجراي في اللون ده تحفه. طبعا زي ما انا قلت لكم، يعني ده كده الجراي اللي هو لون الخدوديات اهو، شايفين الملايه اللون ده، اللون دوت على فكره لونه حلو قوي، يعني لو شفتيه على الطبيعه احلى بكتير من التصوير. تعالوا نشوفوا اللون اللي وراه برده. بصوا بقى ده الكشمير في الابيض تحفه، الملايه لونها كشمير والخدوديات لونها ابيض، بصوا الجمال تحفه وخطيره وفي منتهى الشياكه وحلوه جدا. لورا ده بقى كشمير، كشمير في اللون الرصاصي اللي هو الجراي، يعني دوت الملايه لونها جراي والخدوديات اللون البينك، شايفين عامله ازاي؟ تحفه وحلو جدا جدا. ده بيج في اللون الكشمير، بيج في كشمير، هما عندهم اختلاف في الالوان، يعني عاملين يعني تشكيله كده حلوه قوي مميزه، يعني ان يخلوا الطقم كده مختلف ويلفت النظر، فاهمين؟ هما عاملينها عشان يلفت النظر بجد. بصوا عامل ازاي؟ تحفه خطير. دي الملايه نفس اللون دوت والخدوديات اللون ده، مركزين كده معايا وتوقعوا السعر يلا معايا. بصوا الجمال تحفه. ده بقى البينك في الرصاصي في الجراي، شايفين عامل ازاي؟ الملايه جراي والخدوديات البينك، بصوا عامله ازاي؟ تحفه وحلوه قوي. بس كده كل الوانه حلوه، الله حلو برده قوي النبيتي ومعاه الابيض. ده الملايه نبيتي غامقه اهي ومعاها الخدوديات بتاعتها ابيض، شايفين؟ تحفه حلو قوي برده. وده اخر لون معانا الابيض في الكشمير، حلو قوي قوي قوي. طيب يا هدي، سعر الطقم دوت عامل كام؟ 650 جنيه، اختامي 75، يبقى انت هتاخدي الطقم دوت ب 575 جنيه. اهدي الشكل نزل للكوفرتا بالملايه الصيف يا جماعه، زي ما انتم شايفين الشكل بتاعها اصلا تحفه وحلوه قوي قوي قوي. زي ما انتم شايفين دي الملايه بتاعتها فيها شغل سامبوكسات ديت خطير، حلو قوي اصلا في الخدوديات بتاعتها، بجد تحفه تحفه تحفه. غير بقى الشكل بتاع الكوفرتا ذات نفسها فيها الشراشيب والشغل بتاعها اهو، بصوا برده على الطبيعه، شايفين على الطبيعه اهو نفس الشغل بالظبط ونفس الشكل بالظبط اللي انت شايفاه في الكفر، يعني حاجه في منتهى الشياكه، مقاساتها كلها حلوه جدا. طيب نشوف الالوان بتاعتها بعد كده هقول لكم على سعرها. طبعا انتوا بره هتشوفوها ب 1600 1700، عندنا احنا حاجه ثانيه خالص. بصوا اللون الموف بتاعها، ادي الكفر اللون الموف بتاعها، بصوا عامل ازاي؟ تحفه خطير، شايفين الجمال والحلاوه؟ حلو جدا جدا. اللون اللي ورايا يا باشا، حاضر يا استاذ، يلا يا استاذ. بصوا بقى اللون الكشمير بتاعه خطير برده، حلو قوي. بصوا الالوان بتاعتها كلها حلوه، هو في منتهى الشياكه، حاجه خامه ممتازه، وده احدث كمان موديل نزل. تعالوا نشوفه اخر لون معانا موجود، الكحلي. ده كحلي، الاولاني كان اسود، ده بقى كحلي، شايفين الجمال؟ تحفه خطير شيك جدا. طيب ده سعره عامل كام؟ 1075 جنيه بدل من 1300 جنيه. الشياكه ليها عنوانها وعنوانها هو شوار ستور. تعالوا بقى اوريكم الطقم دوت، برده خطير وتحفه جدا. ده يا جماعه تبع العبد، حاجه محترمه جدا، طقم مميز قوي، عامل زي البورتريه بالظبط، شايفين عامل ازاي؟ تحفه، شغله رايق قوي وفي وهادي جدا، شايفين عامل ازاي؟ خطير جدا. وعايزه اقول لكم ان الوانه كلها حلوه جدا، ومقاساته برده 240 في 260، يعني مقاساته كويسه جدا. طب تعالوا بقى نشوفوا الالوان بتاعتها برده وتوقعوا السعر برده معايا، علشان انا عايزاكم تقولوا لي شفتوه بره برده بكام وعندنا احنا شفتوه بكام. بصوا بقى اللون اللي وراه تحفه، حلو جدا، شايفين؟ شايفين اصلا تنسيق الالوان مدخلين لك اللونين في بعض، تحفه حلوين قوي، شياكه
وخطير بجد بجد حلو قوي. تعالوا شوفوا اللون اللي وراه برده، ده اللون الكشمير في البيج برده، وحلو قوي قوي كل الوانه، شغل الورد اللي فيه عامل زي البرواز كده، خطير وحلو قوي. شايفين عامل ازاي؟ تحفه. تعالوا برده نشوف اللون اللي وراه، اللون البيج كله حلو قوي برده. بصوا الجمال، تحفه يا جماعه، هو حلو جدا. بصوا برده اللون دوت حلو قوي في البيج برده، خطير كل الوانه خطيره، وكمان بيتفرش على السرير بيبقى احلى واحلى كمان، هادي قوي ورايق كده. بصوا بقى ده اللون البينك بتاعه برده، حلو قوي في البيج، شايفين عامل ازاي؟ كل الوانه موجوده عندنا، كل الالوان بتاع الطقم دوت موجوده عندنا. بصوا برده اللون دوت حلو قوي قوي. طيب الطقم دوت بقى سعره عامل كام؟ 850 جنيه. اخصمي 75 هتاخديه بكام؟ ب 785 جنيه. 785 ده بقى مفرش، مش طقم سرير عادي. زي ما انت شايفه الشغل بتاعه اصلا عامل ازاي، وكميه الشغل اللي فيه مفرش، شايفه كرانيش الشغل، الخيط اللي فيه ده كله منه فيه اهو، يعني ما تقلقيش منه نهائي. بصي عامل ازاي، تحفه، طقم محترم، مقاساته كلها حلوه جدا، مقاساته برده كبيره اهو زي ما انت شايفه، طقم في منتهى الشياكه والوانه احلى كمان. بصي الشغل بتاع الخدوديه اصلا عامل ازاي، خطير، والملايه خطيره، حلو قوي. تعالوا شوفوا بقى بقيه الالوان بتاعته، برده توقعوا السعر بتاعه كده وانتوا تتفرجوا عليه، وتكتبوا لي بقى الكومنتات وتقولوا لي ده سعره كذا. بصوا الجمال، بصوا اللون المنت جرين بتاعه حلو قوي برده، المنت جرين تحفه، خطير، شيك جدا جدا. يعني شوفوا اللون اللي وراه، الكشمير وجمال الكشمير تحفه برده، الكشمير بيبقى حلو قوي قوي، شايفين خطير، كل الوانه فظيعه، كل الوانه حلوه. بصوا بقى اللون الجراي وجمال اللون الجراي بتاعه، خطير اللون الجراي حلو قوي. طيب الطقم دوت بقى سعره عامل كام؟ الطقم دوت سعره عامل 750 جنيه، هنشيل 75 هيبقى سعره معانا عامل 685 جنيه وبس. الطقم اللي وراه بقى يا جماعه خطير، زي ما انت برده شايفه الشغل بتاعه حلو قوي قوي برده. بصي الجمال، شايفه شغل الكراريش اللي في الخدوديات، ومعاه بقى الشغل الجوبير اللي موجود فيه، خطير جدا، ومن تحت برده الشغل بتاعه عالي جدا. غير بقى ان الطقم دوت معاه كمان فوطه، الطقم ده معاه فوطه، مقاساته كبيره زي ما انت شايفه كده، المقاسات بتاعته برده 260 اهو، وكمان معاه فوطه، يعني طقم محترم جدا، وكمان الخامه بتاعته حلوه قوي قوي قوي، وسعره كمان هيعجبكم غير الخصم اللي موجود عليه. تعالوا تشوفوا الالوان بتاعته بقى كلها منه عامله ازاي. بصوا بقى ده الابيض منه حلو قوي برده، ده ينفع برده ليله الفرح تفرشيه، مفرش برده يا جماعه زي ما انتم شايفين التفاصيل بتاعته كلها خطيره جدا. تعالوا نشوفوا اللون اللي وراه برده، بسم الله ما شاء الله. بصوا اللون ده برده حلو جدا، ده المنت جرين او الفيروزي، ده فيروزي او منت جرين، حلو قوي قوي برده، خطير. بصوا اللون بتاعه، بصوا الفوطه حلوه جدا. بصوا بقى اللون الجنزاري، ده اللون الجنزاري منه حلو قوي برده، اللون الجنزاري طبعا عندك الالوان الغامقه وعندك الالوان الفاتحه زي ما انت عايزه هتاخدي. طيب الطقم دوت بقى بجماله دوت عامل كام؟ ده عامل 750 جنيه، شيلي منه ال 75 هيبقى عامل معاكي 685، عامل 685 يا جماعه بعد الخصم، تمام كده؟ نشوف اللي ورا. انا بقى اوريكم الطقم القمر اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه، طقم في منتهى الشياكه وشكله حلو جدا، شايفين التفاصيل بتاعته اصلا عامله ازاي، تطريز منه فيه يا جماعه، وزي ما انتوا شايفين حلو قوي قوي، مقاساته برده كبيره، شايفين المقاسات بتاعته كبيره اهي ما شاء الله. ده بقى يا جماعه سعره عامل كام؟ 450 جنيه، برده اخصمي 75 هتاخديه 375 جنيه وبس. تعالوا برده نشوفوا الطقم اللي وراه دوت يا جماعه، بصوا الطقم ده برده تحفه في منتهى الشياكه، الوانه حلوه قوي على فكره، شايفين الشغل بتاعه عامل ازاي، والورد سيمبل قوي ورقيق جدا، مقاساته حلوه برده، مقاساته كويسه جدا كبيره، زي ما انتم شايفين برده دوت عامل 525، هنخصم برده ال 75 هتاخديه ب 450 جنيه وبس.
طقم الريشه القمر بقى وشغله الحلو جدا زي ما انتوا شايفين. الطقم دوت تحفه تحفه وفي منتهى الشياكه. تعالوا بقى نشوفوا الالوان بتاعته، ودي مقاساته كبيره جدا. تعالوا بقى نشوفوا ده اول لون معانا، اللون الفستقي. تعالوا نشوفوا اللون اللي وراه، بصوا اللون الاصفر بتاعه برده حلو قوي قوي، درجه الاصفر بتاعته اصلا حلوه، جميل جدا. ده اللون البينك بتاعه، بصوا برده اللون البينك خطير برده حلو قوي. بصوا اللون ده برده حلو قوي قوي على فكره، الوانه كمان في الطبيعه احلى بكتير. بصوا شغل الريشه اللي فيه اصلا خطير، شايفين؟ بصوا الرسمه عامله ازاي، والرسمه بتاعت الخدوديه خطير. هو طقم صراحه حلو قوي ومحترم. واخر لون معانا اهو اللون دوت، اللون الكاكاوي، بصوا حلو ازاي، تحفه. طيب الطقم دوت قبل الخصم عامل 480 جنيه، اللي انتوا بره بتشوفوه ب 600 جنيه، بعد الخصم بقى سعره عامل 425 جنيه. تعالوا بقى نشوف الطقم اللي وراه كمان على طول. بصوا الطقم دوت خطير، ده برده يا جماعه فيه برده رسمه فروع الشجر اللي انت شايفاها ديت، تحفه خطير، حلو قوي قوي في منتهى الشياكه في منتهى الرقه. بصي الجمال والشياكه، بصي تحفه تحفه. تعالوا بقى نشوف كل الالوان بتاعته، تفاصيله كلها حلوه قوي. نشوفوا الالوان بتاعته كمان حلوه جدا، بصوا الله على اللون ده، ده لون الجري يا جماعه، بس حلو قوي، تحس ان هو جري مزرق شويه، بصوا عامل ازاي، تحفه حلو بجد. تعالوا نشوف برده اللون اللي وراه، بصوا ده اللون الاصفر بتاعه، وبرده حلو جدا اللون الاصفر، خطير، شايفين تفاصيله اصلا حلوه قوي 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 قوي. بصوا اصلا ده حاطين لكم اللي هو معاه شهاده الضمان، يعني حاجه مضمونه مضمونه مضمونه. ده بقى الكشمير بتاعه حلو قوي برده، درجه الكشمير بتاعته حلوه قوي قوي وخطيره، شايفين الجمال يا جماعه، تحفه. وده اخر لون معانا اهو، اللون النبيتي بتاعه حلو جدا جدا. سعر الطقم دوت قبل العرض كان عامل 650 جنيه، بعد العرض عامل 575 جنيه. الاطقم ديت هتشوفوها بره باسعار يعني فظيعه، هتشوفوها بره ب 700 و800 سعر الاطقم دي. انا بقى عامله لك خصم فوق الخصم. تعالوا نشوفوا الطقم اللي وراه كمان، كل الاطقم اللي عندنا في منتهى الشياكه، كل الاطقم اللي عندنا مختلفه. بصوا الجمال يا جماعه، شايفين الشغل في منتهى الرقه، الشغل بتاع الطقم ده برده في منتهى الرقه، رايق جدا، والشغل بتاعه بصوا من تحت عامل ازاي، مقاساته كبيره وحلو قوي. تعالوا برده نشوفوا الالوان بتاعته، دوت اول لون معانا المنت جرين. تعالوا نشوفوا بقيه الالوان بتاعته عامله ازاي. ده اللون الجنزاري منه، بصوا الجمال والحلاوه، شايفين الالوان؟ على فكره يا جماعه الالوان على الطبيعه كمان احلى بكتير من التصوير، دايما اقولها لكم، وانتوا لما بتيجوا كمان الكلام ده. تعالوا بقى نشوفوا الطقم برده، اللون اللي وراه اللون البيج حلو قوي برده وتحفه، كل الالوان خطيره بصراحه. اللي وراه بصوا اللون دوت البينك الهادي قوي، انا بصراحه عاجبني قوي قوي قوي، مش البينك اللي هو الفاقع الغاتب ده، لا بصوا اللون عامل ازاي وهادي قوي. اللون بقى الجراي بتاعه خطير، كل الوانه في منتهى الشياكه، كل الوانه تحفه. تعالوا نشوفوا اخر لون معانا، بصوا ده اخر لون معانا تحفه برده. سعر الطقم دوت قبل العرض عامل 650 جنيه، بعد العرض هتاخديه كام؟ ب 575 جنيه. تعالوا برده نشوفوا اللي وراه، بصوا الشياكه يا جماعه، بصوا الحلاوه، بصوا الجمال، شايفين عامل ازاي اصلا الطقم اتنين لون في بعض خطير. شوفوا شغل الكرانيش اللي من تحت دوت ما شاء الله حلو قوي قوي قوي، شايفين الجمال يا جماعه. بصوا المقاسات بتاعته كبيره، المقاس بتاعه 240 في 270، يعني طقم محترم محترم وحلو جدا جدا. تعالوا بقى نشوفوا بقيه الالوان بتاعته كمان، كل الالوان بتاعته خطيره، هو بص شغله اصلا خطير، بص الله، لون المنت جرين في اللون الابيض حلو قوي قوي، شايفين يا جماعه الشغل، بص شغل الورد اللي فيه اصلا في منتهى الرقه، رقيق قوي قوي. ومفرش، ده مفرش سرير، مش سرير كده طقم السرير عادي، لا ده مفرش، بصوا الجمال، الله بصوا الجري تحفه، بصوا الجري في الابيض تحفه
خطير وحلو قوي، شايفين؟ توقعوا بقى الطقم دوت بره هتشوفيه بكام بقى، وهتشوفيه عندي انا بكام. دوت اللون الاصفر في البيج تحفه. بصوا بصوا اللون، بصوا التدريجات بتاعت الالوان، حتى شغل الورد اللي فيه الالوان بتاعته تحفه. تعالوا نشوفوا اخر لون معانا. بصوا بقى اخر لون معانا، اللون الموف في الابيض، تحفه وحلو جدا. طيب الطقم دوت قبل العرض كان عامل 625 جنيه، 625 بعد العرض سعره عامل 545 جنيه. دوت السعر بتاعه تحفه، شايفين الجمال؟ تعالوا ناخد اخر طقم معانا، سلمى يا جماعه، طقم سلمى. بصوا جمال، بصوا برواز ده، شايفين؟ انتوا اكيد شايفين اصلا الشغل عامل ازاي. بصوا الجمال، بصوا شغل الجوبير اللي في الخديه عامل ازاي، والكرانيش اللي في الشغل عامله ازاي. بصوا شايفين الجمال يا جماعه، تحفه. وبصوا الورد دوت على فكره، دوت تطريز يعني خياطه منه فيه، شايفين بارز كده منه، خياطه منه فيه تحفه. كل الوانه بقى خطيره، مقاساته كمان حلوه، 260 في 240، يعني المقاس بتاعه حلو جدا. تعالوا نشوفوا الالوان بتاعته برده، جري برده، امسك ده متكرر اللون ده. بصوا بقى الكحلي بتاعه حلو قوي، شايفين الجمال يا جماعه؟ تحفه. ده اللون الكشمير منه برده حلو قوي، برده لون الكشمير. بصوا بقى البيج منه عامل ازاي، تحفه برده البيج، حلو قوي قوي. تعالوا نشوفوا اخر درجه معانا برده، اللون دوت عاجبني قوي يا جماعه، اللون البينك الدرجه دي حلو قوي. الطقم دوت قبل العرض كان عامل 750 جنيه، بعد العرض عامل 690 جنيه. بصوا بقى اطقم السراير وجمالها عندنا تحفه. ده الطقم الدبدوب زي ما انتوا شايفينه، شكله تحفه. الخدوديات بنفس الشكل كده، اتنين لون، شايفين؟ تحفه وخطير جدا. عايزه اقول لكم ان شغل الدبدوب دوت شغله بارز، يعني الشغل بتاعه بارز، تحفه ما شاء الله. تعالوا اوريكم الالوان بتاعته واقول لكم على سعره، وانتوا قولوا لي برده شفتوه بره بكام. بصوا ده بقى الموف في جراي، حلو قوي، تحفه، حلو جدا، تحفه. بصوا عامل ازاي، خطير. بصوا برده اللون دوت تحفه، دوت الفوشيا بينك، بصوا عامل ازاي، حلو قوي، كل الوانه اصلا تحفه. طبعا دوت اتنين سرير، اي طقم اطفال عندنا اتنين سرير. بصوا اللون، وادي اهو المقاسات، وادي اهو الحاجات اللي معاه، دوت ست قطع. بصوا بقى اللون دوت حلو قوي، الجنزاري في المينت جرين، حلو قوي قوي، بصوا خطير. بصوا برده بقى اخر لون معانا، حلو قوي قوي، الجراي في البينك، تحفه وحلو جدا، شغل الطقم حلو قوي. طيب سعر الطقم دوت عامل كام؟ بعد العرض عامل 450 جنيه، 450. تعالوا بقى نشوفوا الطقم اللي وراه دوت تبع التلاوي يا جماعه، طقم حلو جدا زي ما انتم شايفين، الشغل بتاعه عامل ازاي، كارو، الشغل ملايه كارو كده زي ما انتم شايفين، ومن تحت منقط كده. شوفوا المقاسات بتاعته اهي، كبيره ما شاء الله، مقاساته حلوه قوي. بصوا الشغل بتاعه عامل ازاي، اصلا شغل خامه قطن 100%، حاجه نظيفه جدا جدا. طبعا ده اتنين سرير برده يا جماعه، وانا وريتكم اهو المقاسات والعدد بتاعتها عامله ازاي. يعني بصوا بقى تعالوا شوفوا الالوان بتاعتها كلها عامله ازاي. ده اللون الجنزاري وتحفه، تعالوا شوفوا اللون اللي وراه، الله. بصوا بقى الكحلي في الجري، حلو قوي، شايفين الجمال يا جماعه، تحفه تحفه تحفه. بصوا برده بقى اللون الاصفر بتاعه خطير وهادي جدا وفي منتهى الشياكه. بصوا الجمال، تحفه، شايفين عامل ازاي، الله بقى على اللون الكحلي بقى. انا بجد بحب اعشق اللون الكحلي قوي في اطقم السراير، بيبقى شكلها حلو جدا. بصوا الجمال يا جماعه، تحفه. وده اخر لون معانا، ده اخر لون معانا يا جماعه. بصوا الجمال، شايفين الطقم دوت بعد الخصم عامل 785 جنيه بعد الخصم، 785 جنيه ده تبع التلاوي. تعالوا بقى نشوفوا الطقم دوت برده اللي هو عليه الخروف دوت،
شايفينه عامل ازاي؟ تحفه، حلو جدا جدا. شايفين الشغل بتاعه عامل ازاي؟ اصلا خطير. شايفين الجمال؟ حلو قوي. ده بصوا اللون المنت بتاعه وفي الجري، حلو قوي. بصوا مقاساته برده يا جماعه كبيره، ها مقاساته حلوه جدا اهي، دي المقاسات بتاعته اهي، مقاساته حلو. بصوا يا جماعه اللون الابيض في اللون البينك الهادي حلو قوي برده، تحفه. بصوا برده اللون ده حلو قوي، كل الوانه حلوه جدا. شايفين الجمال؟ تحفه. بصوا دوت اخر لون معانا، حلو جدا جدا. طيب بقى بعد العرض عامل كام؟ 585 جنيه. تعالوا بقى اوريكم الكوفرته القمر دي يا جماعه. الكوفرته ديت اولا على الوشين، تاني حاجه ان هي معاها الملايه بتاعتها وخديات والمخده بتاعتها، معاها حاجتها كلها، يعني حاجه كامله متكامله كده. طبعا الاشكال بتاعتها تحفه. تعالوا اوريكم الرسومات بتاعتها اصلا، يعني دي رسمه، ده وش اهو شايفين، وادي الوش التاني شايفين عامله ازاي. عايز اقول لكم بقى ان كمان السعر بتاعها حلو جدا. تعالوا بقى كده اوريكم، بسم الله اهو ده الكوفرتا، ادي ده الوش الاولاني وده الوش التاني، يعني على الوشين زي ما انا قلت لكم. تعالوا بقى اوريكم كل الاشكال اللي موجوده منه هنا. طبعا الملايه والخديات والحاجات دي كلها موجوده هنا اهو. بصوا شايفين الجمال؟ ده شكل الملايه، حلو قوي. اتنين دوت طبعا ملايه واحده، وتسوق ادي المخده بتاعتها اهي، شايفين مقاسها كبير ازاي؟ شايفين الخامه بتاعتها حلوه جدا على فكره. بصوا يا جماعه الخامه بتاعت الملايه حلوه جدا. دي الخديه بتاعتها برده، بصوا ادي مقاس الخديه، حلو جدا للسرير الكبير اهو شايفين. يعني هتستخدمي ده لوحده، تستخدمي ده لوحده، وكمان الكوفرتا على الوشين، يعني انت كسبانه كتير. خد بقى كده نفرجهم على بقيه الاشكال. بصوا بقى ده شكل تاني، ده الشكل الاولاني مثلا في الكوفرته دي اهي، ودوت الرسمه التانيه. شايفين الجمال والحلاوه؟ كل اشكالها خطيره، كل اشكالها تحفه. بصوا الجمال اهو، دي رسمه شايفين، وادي رسمه تانيه اهي شايفين. اختاري بقى اللي يعجبك واللي انت عايزاه، اختاريه زي ما انت عايزه. تعالوا نشوفوا برده دي اهي، شغل قلوب وحركات. ده اول وش، وتاني وش اهو شايفينه عامل ازاي؟ تحفه، خطير. والالوان مختلفه، تحسي عاطينك ده لون وده لون، عشان لو فرشتي دي يعني باللون دوت او فرشتي ده باللون دوت، اكنك فعلا جايبه اثنين كوفرته مش جايبه واحده بس، فهم متوصيين شويه بالشغل. بصوا بقى الجمال، اللون ده برده اهو شايفين حلو ازاي؟ تحفه، جميل جدا. وادي الرسمه الثانيه، شفتي؟ واحده كراهات، واحده مشجره، عاملك اختلاف جدا في الالوان. طيب دي سعرها بقى عامل كام؟ 900 جنيه بعد الخصم، هتاخديها ب 800 جنيه بعد الخصم. تعالوا بقى نشوفوا منهم برده الاطفال، برده حاجه كده في منتهى الشيكه. ده بقى اطفال معاكي برده على الوشين، الكوفرت على الوشين، معاكي طبعا اتنين ملايه، اي حاجه دبل، لان طبعا دي بتاعت اطفال، فاي حاجه هتاخديها دبل. تعالي بقى نشوفوا شكلها، يعني دوت اهي اول رسمه هتاخديها، اول وش، وده تاني رسمه. شايفه الجمال؟ تحفه. يعني انت ممكن تختاري واحده منهم مثلا تكون فيها الوان ولادي وبناتي، لو انت عندك ولد وبنت تقدري تفرشي له على الوش دوت وتفرشي لي على الوش ده دوت، يبقى انت كده ما زعلتيش حد خالص. تحفه. تعالوا اوريكم برده الشكل بتاعها من جوه على الطبيعه، برده نشوفوها. بسم الله اهي شايفين، ادي ده اول وش هما حاطينه لك اهو، بس هو اهو في الوش الثاني اهو شايفينه، اللي هو الدرجه دي اهي شايفين، ده اول درجه ودي تاني درجه. هنا بقى طقم الملايه ومعاه المخدات والقوديات بتاعتها، تعالوا هوريها لكم. بصوا اهي تحفه، بسم الله. امسكوا كده معايا اهي شايفين، بسم الله الرحمن الرحيم اهي، ادي وش المخده بتاعها شايفين عامل ازاي، معاها طبعا اتنين وش مخده، ومعاها برده الخدادية بتاعتها اهي، تحفه. شايفين عامله ازاي ومقاسها حلو جدا. تعالوا بقى نشوفوا بقيه الاشكال بتاعتها. خد يا ريس
يلا نشوفوا بقية الأشياء. بصوا دي مثلا تحفة أهو، ده اللي أنا بكلمك فيه. أدي شكل ولادي ممكن تفرشيه لابنك، وأدي شكل بناتي تفرشيه لبنتك أهو، مش حرمانكم من حاجة، تحفة وفي منتهى الشياكة. تعالوا كده بصوا الجمال، أدي أهو برضو ده أول شكل أهو، وده تاني رسمة أهي، شايفين الحلاوة؟ تحفة، كل أشكالها حلوة جدا. بصوا الجمال أهي، أدي رسمة برضو وأدي الرسمة التانية، خطيرة أهي، دي تمشي صبياني والتانية تمشي إيه؟ بناتي. بصوا برضو الرسمة دي أهي، شايفين بناتي جميلة خالص، وأدي الرسمة التانية أهي، شايفين؟ تحفة. وآخر رسمة معانا أهي، أهي آخر رسمة معانا، شايفين؟ أهي تحفة. طيب دي سعرها قبل العرض عاملة 1090 جنيه. طيب بعد العرض عاملة 990 جنيه وبس. ما تنسيش بقى تعملي لي منشن لأي عروسة عندك انت عارفة ان هي محتاجة الحاجات ديت، وتعملي لايك كده حلو منك، وكمان كومنت لطيف وتقولي لنا ايه رأيك في العرض بتاع النهارده.